السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم ذنوب الخلوات. ذنوب الخلوات حيث لا يراك الناس ويراك رب الناس، وأنت تتعدين حدوده وتتجرئين على معصيته، وكأنك لا تخافين من ناره ولا ترجين جنته. في حديث ثوبان رضي الله عنه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فيا ويل غير الصادقين من يوم تختبر فيه السرائر، فينكشف منها ما كان